أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا، نطلع عليكم من جديد في كيان، هذا البرنامج المعني بالمرأة بشكل خاص. من بين محطات حلقة هذا الأسبوع لقاء رح يجمعنا بمصممة المجوهرات سارة اللواتية حتى نتعرف على طبيعة العمل في هذا المجال ومدى الدقة المطلوبة فيه. أما في فقرة شعور فرح نتحدث عن موضوع مهم جداً، وهو كيفية التأقلم مع التغييرات المهمة في الحياة بحيث نكون قادرين على الاستمرار والمواصلة. هذا طبعاً بالإضافة لبقية فقراتنا المتنوعة في السياحة والديكور والموسيقى وغيرها. خلكم تابعينا. مشاهدينا حياكم الله من جديد. ضيفتنا في هالفقرة تبعت حسها الفني واهتمامها بمجال تصميم المجوهرات، وفي مرحلة لاحقة أسست علامتها التجارية الخاصة تحت اسم مجوهرات سارة. سارة لواتية، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فاطمة، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا، شرفتينا. سارة، أسرتك لها تاريخ في تصميم المجوهرات، لأي درجة هذا الأمر ساعدك وسهلك دخول هذا المجال؟ صحيح، عائلتي في عالم المجوهرات من زمان، ابتداء بوالدي الله يحفظه واخواني. انا نوعا ما دخلت متاخر عنهم، في مرحله متاخره كنت اشتغل في وظيفه عاديه في مجال تخصصي لسنين، يعني حتى كملت دراستي في مجالي واستمريت يعني في مجال الوظيفه. التحقت فيهم تقريبا خلينا نقول من 5 سنوات، تركت الوظيفه ودخلت في هذا العالم. نعم، لأي درجة كان هذا القرار سهل بالنسبة لك؟ هل حسيت أنه فعلاً هذا الشيء اللي دائماً كنت أتمنى أني أعمله، أو كان هذا الإدراك في وقت متأخر ربما؟ نوعاً ما متأخر، هو عشان أوضح بعض الأمور، أنا ما تركت وظيفتي عشان أدخل في المجوهرات، تركتها لأسباب أخرى. نوعاً ما وصلت لمرحلة من الاكتفاء، كان عندي إحساس أني أريد أعمل شيء آخر، تركت الوظيفة وعشت كذا فترة نقاهة، وبعدها دخلت عالم المجوهرات. دخلت لأنه كان نوعا ما متاح بالنسبة لي، شيء مألوف ألفناه من الطفولة موجود أمامنا، وكان عندي رغبة فيه. فما أقدر أقول أني دخلت له بشكل مخطط، لكن لما دخلته وبدأت فيه وانغمست فيه بشكل كبير، بعدين صار بالنسبة لي هو الشغف بعدين. نعم، ما دامك مهتمة بالمجال أكيد أنك تتابعي بعض مصممي المجوهرات. صحيح. في أماكن مختلفة من العالم، هل في نماذج معينة تحسي أنها مهمة بالنسبة لك وأثرت فيك أيضا؟ أتابع، أكيد أتابع كل صيحات المجوهرات، دائما في مستجدات. كوني في المجال طبيعة الحال، حتى من قبل ما أبدأ وأنا بدأت أتابع، والحين أكثر وأكثر من أي وقت آخر، يعني أكيد هو يأثر علي في ذوقي في التصاميم. ما في يعني مصمم محدد خلينا نقول انه هو تحديدا انا احب تصاميمه، ولكن بشكل عام متابع كل جديد في المجال، واكيد ينعكس ايضا على تصاميمي. مجوهراتك سارة فيها نوع للمناسبات ونوع اخر او خط اخر للمجوهرات اليوميه، يا ترى ايش الاقرب بالنسبه لك انت كشخص؟ انا كثير اميل للمجوهرات اليوميه، لانه بشكل عام هي اكثر شيء خلينا نقول يلبس. أنزين، المجوهرات اليومية تلبسيها بشكل يومي وأنت طالع الدوام، حياتك اليومية هي تصير تمثلك، تصير جزء من شخصيتك. مجوهرات المناسبات لها مكانها، ولكن استعمالها نوعا ما قليل مقارنة بالمجوهرات اليومية. فأميل المجوهرات اليومية أكيد أكثر. طيب، كونك صاحبة علامة تجارية، المجوهرات أو التصاميم بشكل عام، هل ايضا تنظري لهذا الجانب او تركزي بشكل اساسي على الشيء اللي انت تحبيه وشايفه نفسك فيه؟ يعني التصاميم اللي انا حابتها، يعني خلينا نقول لما اجي اشتغل على اي شيء اتخيله على نفسي انا حابه البس هذا الشيء. هذه التشكيلات تحديدا هي اللي خلينا نقول لاقت رواج اكبر، لان حسيتها تمثل كل البنات، كل النساء بشكل عام حابين يلبسوا نفس هذا الشيء. تقدري تقولي أنه بالإضافة إلى متابعة آخر صيحات الموضة، أيضاً اللمسة الشخصية تلعب دور. من بداياتك سارة إلى اليوم، صار تحديات معينة واجهتيها خلال هذه الفترة؟
وأكيد يعني التحديات من كل حد بنوصل، وكل مرحلة في تحديات. يعني تحدياتي قبل 5 سنوات غير عن قبل 2 سنين، غير عن اليوم. هو المهم إن في كل، وبرح تستمر، هي العملية مستمرة يعني ما تتوقف. طبيعة الحال أكيد. بس المهم إنه الواحد في كل مرحلة يعرف يتعامل مع ذاك التحدي. يعني أقرب مثال خلينا نقول حياتنا آخر 2 سنين مليئة بالتحديات، عوائق وحواجز كثيرة. يعني مجرد إنه أنا أريد أوصل لزبائني لفترة ما كنت قادر بسبب الإغلاقات، منع الحركة، أمور مثل هذه، هذه عرقلت الجميع طبعاً. أكيد. بس كان فيها تحدي كبير، يعني مجرد إنه أنا أريد أوصل لمكان عملي للبوتيك ما كنت أقدر، كان الموضوع جداً صعب بالنسبة لي. فكانت تحدي الحمد لله ذيك الأيام عدت تجاوزناها، بس كانت نوعاً ما من أكثر التحديات اللي أثرت علينا. وفي كل الأحوال أنت مستمرة سارة، ونشوف هذا التقدم في تصاميمك وأعمالك، ونتمنى لك كل التقدم في المستقبل أيضاً إن شاء الله. شكراً جزيلاً. شكراً لك سارة، نورتينا. مشاهدينا ننتقل معاكم الآن لفقرة الديكور المنزلي، فقرة ذوق. أهلا بكم جميعا، راح ناخذكم جولة للمساحة الداخلية اللي صممناها للشاليه. بس قبل لا نبدأ بكلمكم عن المبنى الموجود فيها. المبنى كان موجود من قبل لا يتنفذ المشروع، وكان قديم ومتهالك، بس حبينا ان نخليه ونستغله، فضفنا عليه بعض التعديلات. راح نبدأ بصالة الجلوس. في البداية قسمنا الأثاث بطريقة تخلينا نستمتع بمنظر المساحات الخارجية، فقررنا نحط جزء من الكنب مقابل الإطلالة، والجزء الآخر كان مقابل منطقة التلفزيون، وبكذا ضمننا الإطلالة. بعدها وزعنا الكهرباء والإضاءة بناء على المخطط اللي وضعناه. بالنسبة للأثاث اخترنا كنبة طويلة عشان توفر لنا أكبر مساحة جلوس، وفضلنا الأبيض عشان يتناسب مع نمط المكان ككل، وتأكدنا من نوع الكنب من حيث سهولة إزالة القماش وغسله، خاصة أن الكنب لونه أبيض. أما بالنسبة لمكان التلفزيون فحبينا أن ما تكون في طاولة، واستبدلناها برفوف عمقها 30 سنتي، بحيث نخزن فيها كل شيء حابين نستخدمه من وسائد وبطانيات واكسسوارات وغيرها، وفي الوقت اللي ما يكون عليها استخدام تكون إضافة جمالية للرفوف. ننتقل لغرفة النوم. في غرفة النوم واجهتنا مشكلة الإطلالة، كان صعب نفتح باب كبير مطل تماما على حوض السباحة المواجه للمبنى، ولكن قررنا أن نحط السرير مقابل الباب ومنطقة الدريسينج خلف السرير، وفصلناهم بستارة عريضة، فبكذا صارت الإطلالة أفضل بكثير. في الخلف وضعنا طاولات لوضع الحقائب وعلاقات للملابس، لأن الضيوف بالعادة ما يحتاجوا دولاب، وأيضا ما نسينا نحط مراية طويلة لأنها مهمة جدا في مكان الدريسينج. ضفنا تسريحة بسيطة وعملية، وأيضا كمساحة لتخزين البطانيات الإضافية. بالنسبة للحمام ركزنا فيه على منطقة المغسلة، فضفنا مساحة تخزين تحتها، بالإضافة إلى مراية المغسلة ضفنا مراية تكبير عشان تسهل استخدام الأشخاص الشخصية. المبنى هو أساس نبني عليه التصميم الداخلي، نستوحى منه النمط، توزيع الأثاث، حتى الإكسسوارات. وتجديد التصميم الداخلي للمباني القديمة فيه تحديات جدا كثيرة، ولكن التخطيط الصحيح دائما يسهل علينا ما هو صعب. دمتم بخير.
بدايتي كانت أول ما دخلت الكلية، كنت دايماً أدور على عبايات مميزة، عبايات كشخة، مش كل البنات لابسين نفسهم. فكنت أروح محلات الأقمشة، أختار قماش من هنا وقماش من هنا، أوديهم الخياط وفصلهم، بعد ما أكون مطلعة على إيش الجديد في عالم الموضة، إيش الترند، إيش القصات الحلوة الجديدة، فكنت أفصلهم وألبسهم. فلاحظت أن كثير بنات يسألوني عباتك من وين، عباتك بكم، فصلين لنفسها. فمن هنا جتني الفكرة أن أفتح حساب خاص بالعبايات وأعرضهم بأسعار حلوة وتناسب الكل. بالنسبة للتحديات والصعوبات اللي واجهتهم، أني أحصل أقمشة مميزة في السوق، أقمشة جديدة، أقمشة مش مكررة، التعامل مع الزباين يبغى له صبر وطولة بال، أني أحصل خياط شاطر وفاهم وإيش أنا أريد في تصميم العبايات. بالنسبة للتصاميم، دائماً أختارها تكون بسيطة ولكن تتميز بالقماش الفخم. مثلاً العباية اللي لابستنها الحين هي عباية سادة، قصتها سادة، لكن اللي يميزها اللون والقماش. بالنسبة للعباية دمجت فيها قماشين، القماش الأحمر أو الماروني اللي هو ترند حالياً، أضفت له لمسة خاصة اللي هي القطعة السوداء اللي في الأمام، تعطي جمالية وفخامة باللبس. العباية صممتها خصيصاً للمناسبات والأعراس، عبارة عن قطعتين، القطعة اللي فوق تقدري تلبسيها مع مخاوير ومع فساتين. قصة العباية عبارة عن كسرات جداً أنيقة باللبس. أما هالعباية عبارة عن قطعتين، تتميز بقماشها الفخم المميز، جداً مناسبة وعملية للدوامات. الداعم لأهلي وصديقاتي والحين زوجي ما مقصر معاي شيء، وأطمح للأفضل مستقبلاً إن شاء الله. نصيحتي لكل واحدة حابة تبدأ بزنس، إذا أنت مقتنعة بالفكرة، إذا أنت عندك طموح، توكلي والله راح يوفقك إن شاء الله.
تمشيتنا لشاطي بر الحكمان ما انتهت أكيد، راح نكملها في هالجزء من فقرة تمشية لهذا اليوم. ومن الأشياء الجميلة واللي شهدناها إن أصحاب المخيم يقوموا بدوريات تفقد، وشاهدنا السلحفاة العالقة وكيف اهتموا فيها وحاولوا إنه يشيلوا الشباك العالقة منها وردها للبحر. وأصحاب المخيم أيضاً مهتمين بشكل كبير بالبيئة واللوائح الإرشادية ومعلقة بين زوايا المخيم لتنبيه الزوار أيضاً عشان يحافظوا على الحياة البحرية والبيئة بشكل عام. والطيور المهاجرة تتكاثر كثير في بر الحكمان، وشاهدنا جمال طيور الفلامينغو الزاهية ومجموعة كبيرة من الطيور المتواجدة في المنطقة. وقبل 200 سنة هالصحراء كانت ممتلئة بالبحر، وكان اللي يمر عليها بيشاهد جمال الأصداف وهي مشكلة بلاطة ولمعة جميلة مع انعكاس أشعة الشمس، والأصداف الكبيرة بأشكال متنوعة وجميلة بحد ذاتها متحف جميل للطبيعة العمانية لبقائها سنوات عديدة بنفس الشكل. وشاهدنا جزء بسيط من البحيرة الوردية الجميلة، ويا لجمال المنظر. ومن ضمن فعاليات المخيم الغطس السطحي في جزيرة قريبة من المخيم، وشفنا جمال عالم البحر والشعاب المرجانية وأسماك صغيرة مزينة بألوان جميلة، يا سبحان الخالق. بر الحكمان مالديف عمان ننصح بزيارتها كثير للاستمتاع والاسترخاء والاستجمام، واللي يكون جوها لطيف طوال أيام السنة.
يقال بأن الثابت الوحيد في الحياة هو التغيير. في كل يوم وكل مرحلة من مراحل حياتنا نواجه لحظات انتقالية وتغييرات مختلفة، وظيفة جديدة أو وضع صحي معين أو حتى مسؤوليات اجتماعية إضافية. لما نتعامل مع التغييرات الخارجية في الحياة لابد من الانتباه لمشاعرنا اللي تتأثر بها التغييرات بطبيعة الحال. من الممكن مثلاً أنك تشعر بالحزن لأن الأمور ما سارت على حسب توقعاتك، أو بالقلق لأن المستقبل غير واضح، أو حتى تشعر بالراحة لأنك تجاوزت مرحلة صعبة ومؤلمة من حياتك. لحسن الحظ، الدراسات العلمية قدمت لنا عدد من الاستراتيجيات اللي تساعدنا على التأقلم مع التغيرات المهمة في الحياة بشكل أسهل. أول هذه الاستراتيجيات هي تحمل المسؤولية تجاه خياراتنا. مهما كانت بعض الأحداث خارجة عن إرادتنا، إلا أن طريقة الاستجابة لهذه الأحداث هي خيارنا الخاص. ممكن نسأل أنفسنا سؤال مثل: إيش هي الأمور اللي ممكن أقوم فيها حتى يكون اليوم الحالي يوم أفضل؟ هل في أشخاص بإمكاني الرجوع لهم لطلب استشارة أو مساعدة؟ خطوة ثانية ممكن القيام فيها هي محاولة التركيز على الفرص والإمكانات المتاحة في المستقبل، حتى لو كان الوضع الحالي غير مبشر. وإذا ما كان في أي مؤشرات إيجابية ممكن التفكير فيها، الأبحاث تشير إلى أن حس الفكاهة ممكن يكون حل مناسب للتأقلم مع التغييرات الحياتية الصعبة. مشاهدة فيلم كوميدي أو مسرحية أو حتى المقاطع المضحكة على الإنترنت. ثالثاً، التركيز على اللحظة الحالية. في دراسة للباحث دانييل جيلبرت في جامعة هارفارد تشير إلى أن نقضي ما يقارب نصف وقتنا تقريباً في التفكير في أشياء أخرى غير الشيء اللي نقوم فيه حالياً، نفكر في الماضي أو نقلق بشأن المستقبل، وفي هذه الأثناء نفقد الإحساس بالحاضر ويزداد شعورنا بالاستياء. بينما لو ركزنا أكثر على اللحظة الحالية رح نشعر بقدرة أكبر على التحكم بالأمور. هذه هي بعض الخطوات العامة اللي ممكن تساعدنا على التأقلم مع تغييرات الحياة، ولكن الأكيد إن كل شخص فينا عنده طريقته الخاصة في إيجاد الشيء اللي يدفعه للتمسك بالحياة وتجاوز مصاعبها. دمتم بخير. مشاهدينا، وصلنا معاكم إلى نهاية مشوار حلقة هذا الأسبوع من كيان. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل من استراحة The Backyard في بركة. نشوفكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله، وإلى ذلك الوقت لا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. إلى اللقاء.